التسمي بأسماء الطغاة. فرعون صحيح، قارون، هامان. المهم أنا ما أريد أتكلم عن بعض الأسماء لأنها موجودة عندنا، وبعض العلماء يقول لا لا تصح، فهذه تراجع من كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. أنت الآن تسمي الولد أو تسمي البنت سهام، سهم واحد يكفينا، قال لا سهام، والله صدق. نهاد ما يصح، فتنة، فتون. يا رجل اتق الله، كيف فتنة فتون؟ ها فتنة واحدة تكفي. عندما يضع النساء هذه الأشياء اللي توضع على ظافر إيش يسموها؟ مناكير، والله يسمونها على اسمها، ليس بمنكر واحد، هذه 10 مناكير يمكن 20 منكر، صحيح هذا معقول، أما يسموها فتون وفتنة هذا ما يصح.